أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقتها الكاذبة خافضة رفيعة إذا رجعت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء مبسا وكنتم أسواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة والسابقون السابقون أولئك مقربون في جنة النعيم سلسة من الأولين وقليل من الآخرين على شرور موضون متاكين عليها متقابلين يدف عليهم ولدان محلدون بأكواب وباري وكأس من ماء لا يشدعون أنها ولا ينجفون وفاكهة مما يتهيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا كلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في شدر مدود ودلح ممدود ودل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا موات ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا صنعنا إنسان وجعلناه أبكر عروبا أسرابا لأصحاب اليمين سلسات من الأولين وسلسات من الآخرين وأصحاب السمال ما أصحاب السمال في سموم وحميم ودلهم يامهم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشيرون على إنس العظيم وكانوا يأكلون إذا مسنا وكنا ترابا وإذا منا إنا لمبعوثون أو آباؤنا أولون قل إنا أولين والآخرين لا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لآكلون من شجر من زكون فمالئون من البطون وشاربون عليه من الحميم فساربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تلقون خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبذل أمثالكم ونشياكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نسات أولى فلا تذكرون أفرأيتم ما ترسون أنتم تزرعون نزارعون لو نشاء لجعله حدا لو نشاء لجعله حطاما وظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلا تشكرون
أفرأيتم النار التي ترون أنتم أنسأتم زجرة أم نحن موسعون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بوجه النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهر تنزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغتكم وأنتم منات تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فريح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وما إن كان من المكذبين الظالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو كل يقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.